حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، مجريات الأحداث على الساحة السياسية اليوم تشير إلى مساء وتحركات لقلع جذور الفساد وإبعاد المقصرين من خلال إقالات وإعفاءات متواترة. فموعد إقالات ينتظر المقصرين ما بعد الانتهاء من ملف الموازنة العامة، ليصل الأمر إلى رئيس مجلس النواب، وكذلك تحركات حول جمع التواقع لإقالة نائبه الثاني بعد جملة الملاحظات والاعتراضات على تلكؤ الأداء وعدم الالتزام بمواد الدستور باتباع المهام المناطة إليه. والمتابعات مستمرة على ذلك، حيث تنبئ المؤشرات إلى ضرورة إيجاد البديل الأكفى لأغلب المناصب الحساسة في الدولة والتي لا تحتمل عادة كمية الفساد والإهمال. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فإن بغداد وطهران يسعيان إلى تدعيم التعاون الأمني في حماية الحدود المشتركة من خلال تعزيز فاعلية المحاضر الأمنية بين البلدين، بما يوطد أسس الاستقرار القومي ويصل بالأمر إلى الإقليمي. فهذه الجهود الثنائية والموصوفة بالاستثنائية يمكن اعتبارها قاعدة متينة واستراتيجية لتحقيق الأمن الحدودي وحل الإشكالات أو إشكالات الجماعات الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية التي تتخذ من الشمال العراقي موقعا لاستهداف أمن الجمهورية الإيرانية. إذن مشاهدينا، بين مؤشرات التغييرات وواقع التلكؤ في أداء بعض أصحاب النفوذ في الدولة، تتجه حكومة الخدمات إلى إجراء التعديلات بما ينسجم مع حجم المسؤوليات. فهناك جولة ثانية بانتظار المقصرين لإعفائهم من مناصبهم بعد طي ملف الموازنة العامة، والمزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. التغييرات الإدارية بدأت بإجلاء أكثر من 50 مديراً عاماً في الحكومة الحالية، ممن ثبت عليهم التقصير والتماهل بأداء الواجبات. فمن منطلق تحسين أداء المسؤولين في الدولة وإيجاد البديل الأكفأ في المناصب الحساسة، لابد من جملة تغييرات تطرأ على الواقع. فمهلة المراقبة تنتهي لتبدأ مرحلة التنفيذ بالتغييرات اللازمة. منذ تشكيل الحكومة وضع السيد السوداني منهاج لإنجاح حكومته، وخطوة تغيير المدراء العامين هي ضمن المنهج الوزاري. أعطى مهلة إلى المدراء، مهلة 3 أشهر، وجاءت بعض التقييمات نوع من السلبية تجاه هؤلاء المدراء، فلا بد أن السيد السوداني يقوم بتغيير هؤلاء المدراء الذين أخفقوا بإقام المهام المناطة إليهم. فحكومة الخدمات عازمة على النهوض بواقع البلد بجهود حثيثة مستمرة، حيث توعدت بجملة تغييرات ثانية ما بعد مرحلة إقرار الموازنة، تبدأ برئيس البيت التشريعي وحتى المناصب العليا في الدولة، بغية إلغاء مساحة الاستحواذ على المناصب مهما كانت مؤثرة وذات أهمية. المدير العام يتحمل الجزء الأكبر من نجاح إخفاق الدولة على اعتبار السلطة التنفيذية. لابد أن يكون هناك مديرين أكفاء. في حال تلكؤ المدير أو إخفاقه في أداء عمله، تكون إقالته خطوة مهمة. أعتقد أنه هذه أولى خطوات تصحيح لحكومة السيد السوداني. أما سحب الثقة من رئيس البرلمان فجاءت بعد الإجماع السياسي وانطلاق المطالبات من داخل البيت السني باستبدال من يمثلهم داخل القبة التشريعية لاستبداده بالقرارات والسلطة، إضافة إلى التمدد على قرارات السلطة التنفيذية، أمور اجتمعت لإطاحة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإعفائه من منصبه، لتنطلق مرحلة إعفاء أخرى لمجموعة مناصب شملهم التغيير على إثر التقصير. نهى الشمري، الأيام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، عضو ائتلاف النصر الدكتور سلام الزبيدي. أهلا بكم دكتور، وكذلك ترحيب المحلل السياسي سيد مهند جواد. أهلا بكم أستاذ مهند. وأبدأ معك يا دكتور سلام، ظاهرة الإقالات والإعفاءات من المناصب سائدة منذ عام 2003، يعني أي حكومة جديدة دكتور سلام تمد جذورها بالتأكيد في جميع الوزارات ودوائر الدولة لكسب وتعزيز أركانها، لكن ما هي دلالات التغير بالمواقف ما بين هذه الحكومة عن الحكومات السابقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الأكارم وضيفك الكريم. حياكم. بكل تأكيد يعني التغيير في مفاصل الدولة هو أمر ضروري لكل حكومة، ولكن يختلف بالأمر أنه يعني بالدورات السابقة والحكومات السابقة كان هناك تغيير يحصل منذ استلام سيد رئيس الوزراء مهامة، يكون هناك تغيير في تحديدا المفاصل الأساسية في العمل بالحكومة والمؤسسات اللي تكون قريبة عملها من الحكومة، ولكن هذه الحكومة بصراحة استفادت من التجارب السابقة، والسيد رئيس الوزراء تعرف أنه خرج من معادلة صعبة بعد انسداد سياسي، والحكومة تمخضت بعد عناء طويل وبعد فترة من الصراعات، وهي تعرف حجم الملفات الكبيرة والخلافات الكبيرة اللي تواجهها من خلال عملها. لذلك هو عزم السيد رئيس الوزراء عند إعلان التطبيق للبرنامج الحكومي أنه التغيير سيكون على أساس تقييم الأداء، ولن يكون، حتى أوعز لكل الوزارات وكل الوزراء أنه لا يتم تغيير أي منصب في وزارتهم إلا من خلال التقييم والأداء، وحتى أعطى أمر لكل الوزارات أنه حتى مدير المكتب يجب أن يكون من صلب عمل الوزارة ومن رحم الوزارة، وأن يجب أن يكون متدرجا وكفوا، وهذه بصراحة معطيات جيدة في هيكلة البناء المؤسسات. طيب. الحكومية، ولكن اللي حصل أنه السيد رئيس الوزراء يعني بعد المصادقة على البرنامج الحكومي أعطى مهلة للمدراء العامين مدة 3 أشهر للتقييم و6 أشهر للوزارات وأيضا للمحافظين وكثيرة، ومدد لعمل المدراء العامين بسبب الضغوطات السياسية. الآن كانت هناك حزمة من التغييرات في بعض المؤسسات الحكومية. هذه الحزمة بصراحة لاقت استحسان على اعتبار أنه هذا التغيير لم يأتي اعتباطا ولم يأتي على أسس حزبية أو خلفية أو إقصائية، إنما كانت هناك لجنة لتقييم الأداء. لجنة يمكن دكتور إذا تسمح لي أقاطعك، لكن فعلا هذه التغييرات التي جرت التغييرات المنتظرة يمكن ما بعد قرار الموازنة ممكن فعلا أن تخلو من الانحياز السياسي تماما أو بنسبة معينة؟ أنا بصراحة أثق ثقة كبيرة بالسيد رئيس الوزراء أنه ده يعمل بصورة منطقية، وبصراحة هو تحمل عبء كبير على اعتبار أنه تعرف حجم الملفات، والمواطن ما ينتظر اليوم يصبر كثيرا على الحكومة، لأن ينتظر الكثير من الحكومة. لذلك تشوف هو نزل إلى الشارع ميدانيا في مؤسسات خدمية ومؤسسات حساسة، يعني عملها على تماس مع حياة المواطن اليومية، يعني نزل إلى ملف الطاقة، ملف الخدمات، ملف الزراعة، الملف التجارة. هذه بصراحة المفروض هي مو مهام رئيس وزراء بالدرجة الأساس، نعم هو يراقبها، لكن هي مهام الوزير ومهام أمين بغداد ومهام المحافظ ومهام يعني محافظ بغداد. لذلك تشوفه هو نزل ميدانيا يريد يحقق معادلة ويريد ينطي إشارة لكل المسؤولين والوزارات بأن اليوم العمل هو التقييم الحقيقي. يعني اليوم ما ممكن أي وزير يعتمد أو يكون ظهيرة الكتلة السياسية اللي جابته، بصراحة ما راح تحميه، لأن يعني التقييم هو على أساس العمل والجهد. ولذلك هو اجتمع مع الإطار التنسيقي وأكد عليهم أن التغيير سيطال،
جميع المتلكين من الوزارات وأيضا المحافظين، حتى لو تعرض إلى ضغط سياسي بصراحة سيعلنها بصراحة، لأن هذا الأمر يؤثر على نجاح الحكومة، ونجاح الحكومة بصراحة أيضا يحسب للإطار يعني أو للتحالف إدارة الدولة، لأن الحكومة انبثقت من عدها. لذلك هو أقنعهم بأن التغيير قادم. نعم قد تأخر شوية بس بسبب ضغوطات سياسية أيضا، ما مخالف الخلافات اللي حصلت على الموازنة ممكن أخرت عملية التغيير، ولكن أؤكد لك أن التغيير قادم، والمعيار الأساسي هو الكفاءة والنزاهة، لا الخلفية الحزبية ولا إقصاء أي جهة لخلفية عرقية أو إثنية أو طائفية. نرحب بك مرة أخرى سيد مهند، وأود أن أسألك يعني هذه السلسلة أو هذه الدفعات من الإقالات أو الإعفاءات لبعض المناصب ومدراء عامين وغيرهم، مؤشرها أين يتجه؟ هل يتجه إلى وصول الأكفأ والأقوى والقادر على تحمل المسؤولية فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين الكرام وضيفك الكريم. الواقع أنه أهم عاملين في نجاح الحكومة هو أنه الوكلاء الوزراء هم والمدراء العامون، هذه مسألة أساسية، لأنهم هم يعني يمسكون بالجانب التنفيذي بشكل مباشر، وهم الذين يؤدون ويعني يحققون برنامج الحكومة. لذلك أنه التغييرات الموجودة الآن هي حالة استبدال لبعض الشخصيات الموجودة على أساس معايير وضعها رئيس الوزراء منذ بداية حكومته وتشكيل حكومته، على أساس أنه لابد أن يكون هناك تطبيق للبرنامج الحكومي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك يكون تقييم للأداء والعمل. والأمر الثالث، أن يكون خارج عن النطاق الحزبي والجهوية في العمل، لأن كثير من الوزارات والإدارات كانت هي مجيرة لصالح أحزاب، وهذه الأحزاب إذا أرادت أن تعطل عمل الحكومة تقوم بتعطيل هذا العمل، يعني كأنهم يعملون ضد بناء الدولة. لذلك أنه هناك مشكلة كبيرة كانت هي أنه الوزارات تدار من قبل الأحزاب. أنا أتوقع أنه هذا كان في حسبان رئيس الوزراء بشكل كامل، وأيضا القوى السياسية أدركت أنه إدارة الدولة من خلال الأحزاب يدخل الدولة في مطبات كبيرة، ولعله يقوض بناء الدولة ويدخل الدولة في مشاكل كبيرة. لذلك أنه كل الفشل اللي كان في الحقبة السابقة هو بخلفية أنه الدولة منقسمة على نفسها بشكل كبير، أنه هناك صراعات، وهذه الصراعات تظهر في الجانب التنفيذي بشكل كبير، ومن ثم تنعكس على أداء الوزراء والمدراء العامين بشكل كبير. طيب، المسؤول المنتمي إلى حزب سيد مهند شنو ممنوع يستلم مسؤولية بالدولة؟ لا هذا شيء غير ممنوع، أنه نفسه رئيس الوزراء وكثير من رؤساء الوزراء كانوا منتمين إلى أحزاب، واليوم وزراء منتمين إلى أحزاب. المشكلة ليس الانتماء إلى الأحزاب، لأن فكرة الأحزاب هي فكرة حضارية، فكرة يعني تنظيمية يحتاجها كل بلد، كل البلدان فيها أحزاب، ولكن أنه ينطلق من هذه الحزبية ويعمل فقط لحزبه ويختزل الوزارة من أجل المصالح الجهوية، هذه المشكلة الأساسية. أنه إذا كان هناك انسجام بين البرنامج الحكومي وبين الحزب الموجود يكون هناك عطاء، وأن لم يكن انسجام يكون هناك تعطيل، هذه المشكلة الأساسية. بعض الأحزاب أرادت أن تكون داخل الحكومة، يعني كانت كثير من الأحزاب تدخل في الحكومة وتشارك، ومن ثم تخرج على الإعلام تلوم الحكومة وتضع التقصير في رأس رئيس الوزراء. هذه مشكلة أساسية، أنه إما أنت تكون معارض وخارج الحكومة وتراقب أداء الحكومة، وإما تكون جزء من الحكومة وتنسجم مع هذا البرنامج. وإما إذا كان هناك تعطيل لبرنامج الحكومة وفقط العمل من أجل جهة واحدة وتغيير الوزارة وصبغها بلون واحد، هذه هي المشكلة الأساسية. طيب، اليوم وضعت عدة معايير وشروط من الحكومة أمام أي متقدم لشغل أي من هذه المناصب الحساسة والمهمة في الدولة، مدراء عامين وغيرهم. شروط من أهمها يمكن أن يكون المسؤول من موجود في هذه الدائرة حتى يعرف خفاياها وتفاصيلها وطبيعة عملها، من ضمنها لازم يكون عنده خدمة عدة سنوات، هذا شيء مهم أيضا من أجل داعي الخبرة. هذه المعايير أو هذه الشروط ممكن أن تبعد
سيطرة بعض الأحزاب على بعض مفاصل الدولة؟ حتى إذا كان من الأحزاب لا مشكلة فيه، إن كانت في هذه المعايير موجودة، كان كفو وكان نزيه وكان من ضمن طاقم الوزارة ومن ضمن طاقم الدوائر المعنية، هذا أمر جدا أساسي. لأن المشكلة الكبيرة، لكن إذا تسمح لي قاطعك سيد مهند، يمكن معروف يعني الكثير من المدراء والمناصب في الدولة هم متحزبين، هذه المعايير اللي وضعها السوداني ممكن أن تسمح لعدد أكبر من المستقلين بالارتقاء بالوظيفة إلى مناصب أعلى؟ نعم، هذا باب جديد أنه فتحه حتى يكون هناك إدخال دماء جديدة لإدارة الدولة، لأن الدولة أو الحكومة في المراحل السابقة كانت تدار من قبل الأحزاب بشكل كبير، وكانت الصراعات تظهر وكانت الجهوية تظهر بشكل كبير، لذلك لم يكن هناك أداء عمل، حتى أنه المقصر يتكئ على حزبه ويحاول أنه تبرير عمله من خلال أنه ينتمي إلى كتلة كبيرة أو حزب كبير يدعمه، لذلك أنه هذا يفتح مجال كبير ويعطي أمل أيضا للوزارات أنه الكفوء يقدم وأنه الموظفين يعملون من أجل الاستلام المناصب، ويكون المعيار الأساسي هو تقديم الخدمات بشكل كبير. هذا أمر جدا ضروري والتفاتة جيدة من قبل رئيس الوزراء أنها تفتح الباب لجميع الكفاءات بعيد عن الحزبية والجهوية. طيب دكتور سلام، تغييرات المرتقبة بحسب المصادر تؤكد أنها ما بعد حسم موضوعة الموازنة، تعتقد السوداني أو رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني خلى هذا الموضوع وهذه الإقالات ما بعد الموازنة حتى يفصل ما بين الموضوعين ويحد من قضية التوافقات السياسية أو المساومات عليها؟ أستاذ بشار، أنا قلت في بداية كلامي أن السيد السوداني يعرف يعني صعوبة المهمة، يعني صعوبة مهمته كرئيس وزراء هي ليست طريق معبد بالورود، وإنما هو يعرف حجم المشاكل ويعرف المعادلة السياسية اللي تشكلت على أساسها الحكومة، وبالتالي هو يعني قريب من هذه الملفات، وهو يملك خبرة كبيرة في العمل السياسي وتدرج بشكل صحيح وعمل كوزير وعمل كنائب وعمل كمحافظ، وبالتالي هو عنده إلمام بكل عمل المؤسسات العراقية، لذلك هو يعمل بتوازن ودائما قراراته تكون غير سريعة وغير متشنجة، ويختار الوقت المناسب، وأيضا بصراحة يناور المناورة هنا بالعمل السياسي وليس حيبا. حتى موضوع الأيديولوجيات، يعني أنت تحدثت أنت وضيف الكريم أنه لا ضير اليوم إذا أنا شخصية من حزب معين وتقود الوزارة بشكل جيد، الأساس هو من المعيار الأداء، يعني إذا كان يحسب على جهة معينة أو مكون معين فأداءه هو اللي قيمه. في الصراحة السيد السوداني يتعامل من هذا المنطق ومن هذا الواقع، وبالتالي هو يعني يعرف أنه أكو مشاكل، أكو قد تكون بعض الجهات اللي ممكن أن تعرقل عمل الحكومة، تعرقل الموازنة، الموازنة تعرف هي خطة الحكومة لتنفيذ البرنامج الحكومي، عرقلتها من قبل بعض الجهات ممكن تأثر على الحكومة، والحكومة تعرف اليوم أمام يعني مراقبة شديدة من الشارع من الكتل المعترضة، فبالتالي هي تراعي كل الجوانب، وأعتقد أنه بعد إقرار الموازنة ستكون هناك خطة لحزمة ثانية من التغييرات، وهو شخصها بشكل كبير، وأؤكد لك أنه سبدأ أيضا بخطوات متدرجة ومدروسة، على اعتبار أنه هو بدأ من الأدنى صعودا إلى الأعلى، لأن أنا أعتقد أنه اليوم أي وزارة تغير وزيرها في ظل وجود مدراء عامون غير منتجين غير كفؤين ووكلاء وزراء غير كفؤين، هذا بصراحة ما راح يعني ساعد الوزير في أداء عمله، لأن تعرف الوزير يجب أن يعتمد على أدوات، وإذا كانت الأدوات بمستوى فساد أو عدم كفاءة ما راح ينجح الوزير. حسنا، ذكرت دكتور إذا تسمح لي، ذكرت في حال تغيير وزير، عندك معلومة أنه ممكن أن ترقى هذه التغييرات إلى مرحلة وزراء محافظين وكلاء؟ نعم، أكو يعني بصراحة حتى كان الحديث عن أكثر من وزير، ويعني بصراحة كان هو ضمن مفكرة السيد السوداني، وحتى بعد أن يعني سربت لبعض وسائل الإعلام عن أنباء تغيير بعض الوزراء، بدأوا ذول الوزراء يعني وزاراتهم يتحركون صراحة، وأنا شاهدت هذا الأمر. يعني على سبيل المثال مثلا وزير التربية، سما أريد نعطي مثال، وزير التربية كان اسمه مطروح بصراحة بقوة في عملية التغيير القادم،
الآن يعني بدأ الوزير يتخذ خطوات جريئة وقوية وأصلاحية داخل وزارته. هذا بصريحة هو الغرض من التغيير، أنه أنا أعطي دافع للعمل، أنا مو فقط أني أجي أغير من أجل التغيير أو من أجل الإقصاء، أنا بالنتيجة أعطي دافع للوزارة. فإذا الوزارات المعنية اللي كانت هي ضمن خطط رئيس الوزراء للتغيير الآن بدأت تصلح من نفسها، فلا بأس ولا ضير أنه الحكومة تعطيها سقف زمني آخر. طيب لكن من أجل لكن أنت تتحدث عن معلومات بتغيير وزاري ممكن أن يكون، يعني تغييرات اللي أجريت، تغييرات بمدراء عامين حتى إن كان عددهم كبير، لكنه لا يرقى إلى تغيير وزاري. هذه الصفة تنطلق من يتغير الوزراء. أكو تغيير وزاري، تعرف ليش؟ هذا الكلام خطير. لكن لا مو كلام خطير، لا لا مهم حلوان. مهم هذا الكلام إذا كان فعلا تغييرات وزارية. هذه هو أعلنها السيد رئيس الوزراء. طيب احنا ما نعطي اسرار، رئيس الوزراء واضح قال اليوم انا عندي خطه، اي وزير ما يؤدي مهامه وعمله راح يشمل التغيير ولجزء حتى بالاطار طرحها. طيب الاطار طرحوا عليه انه البدلاء يكونون من ضمن الكتله السياسيه وها موافق الشحوري هنا الاحزاب سكتوا ودعموا الحكومه بالتغييرات اللي حصلت سابقا، تغييرات مدراء عامين. تتوقع راح يدعمون السوداني والحكومه في حال غير احد وزرائهم؟ مو انا قلت لك قبل قليل استاذ بشار اذا تتذكر قلت لك اليوم نجاح الحكومه هو ينسحب على نجاح الاطار وبالتالي على اداره الدوله، لان هذه الحكومه هي محسوبه على الاطار وعلى تحالف، ففشلها معناته فشل الاطار، وبالتالي هم ما يسمحون لنفسهم انه اليوم تعرفوا شلون ينجح بادواته. ما من غير المعقول انه اليوم السيد رئيس الوزراء ينزل ميدانيا يعالج ملف الطاقه وملف المولدات، حتى تدخل بعمل المولدات والسحب وتفاصيل بسيطه المفروض يقوم بها موظفين بسطاء بالدوله، ولكن هو يريد ينجح العمل، يريد ينجح المنظومه. فالاطار بالاجتماع أيد بهذه الخطوة. نعم قد يكون هنا اعتراض على جزئية وزير معين ويجب أن يرشح الحزب أو الكيان السياسي أو الطبقة السياسية ترشح من قبله، وأيضا انطاهم مساحة وقال لهم رشحونا 5 أو 6 شخصيات، أنا أختار، أنا صاحب القرار في اختيار الكفوء والنزيه والقادر، وياريت يكون متدرج من ضمن الوزارة ومن من رحم الوزارة حتى ينجح العمل ونقدر نسوي مقاومات حقيقية في نجاح عمل الوزارات. سيد مهند، هذه السياسة وفق المعطيات السياسية المتوفرة حاليا بالعملية بهذه المرحلة، ممكن أن تستمر الحكومة بهذه السياسة؟ نعم، السياسة واضحة جدا هي من قبل رئيس الوزراء، أنه البرنامج الحكومي واضح وهذا شيء أساسي، يعني له خطة وله أهداف ويعرف ماذا يعمل بالضبط. هذا جدا ضروري أنه وجود وضوح كامل في البرنامج. الأمر الثاني، الأطراف الأخرى أيضا لها أصبحت لديها واضحة مسيرة العملية السياسية، إن لم تدعم الحكومة بشكل كبير أنه الفشل يعم الجميع، وإذا غرق المركب يغرق الجميع. هذا أصبح في وعي القيادات السياسية والكتل السياسية حاضر بشكل قوي، لذلك هم لا يستطيعون الاعتراض على الإصلاحات الجدية وعلى العمل من أجل تطبيق برنامج الحكومة. الأمر الثالث أنه لابد أن يكون هناك تجاوز لقضية الشخصيات، أنه إذا استبدل وزير بوزير آخر لا تعني نهاية الدنيا أو أنه هذا الحزب سوف يخرج من العملية السياسية بشكل كامل. لماذا نقف على الشخصيات ونجعل من الشخصيات عقبات في تقدم بناء الدولة وعمل الحكومة؟ أتوقع أنه لابد أن يكون هناك وعي من قبل القيادات السياسية، لا يعتبرون أنه استبدال وزير مكان وزير آخر هو استهداف لهذا الحزب أو هو استهداف لهذا المكون، لأن الواضح أنه دائما في الإعلام يروج أنه إذا كان هناك استبدال لوزير أو وكيل أو مدير عام يكون هناك خلفية طائفية أو خلفية حزبية. هذه حاولت بعض يعني الجهات السياسية لأنها تريد الأشخاص الذين يخدمون مصالحهم بشكل كبير، يعلمون أنهم مفسدين وغير كفؤين، ولكن هم لأنهم يخضعون لهم ويدينون لهم بالولاء، وكما ظهر على وسائل الإعلام بعض الوزراء يقسمون أمام رؤساء الكتل وأمام رؤساء الأحزاب أنه يكون وفي لهذه الكتلة وأنه يقوم بكل ما يطلبون منه، وظهرت على في ظل هذه المعطيات. سيد مهند، ما نريد نسمي وعي، خلينا نكون أكثر واقعية، خلينا نسمي الغطاء السياسي. السوداني عنده رغبة
كبيرة بإجراء هذه التغييرات والإقالات والإعفاءات من المناصب ويبدو قريبة، لكن هل ضمن السودان الغطاء السياسي اللازم حتى يستمر بعمليات التغيير اللازمة؟ أستاذ بشار، أنه المعادلة واضحة، إما أن ينجح السوداني من خلال دعم الحكومة، دعم الكتل السياسية والإطار التنسيقي وتطبيق برنامجه، وإما يأتي البديل الآخر ويطبق برنامجه. أنا أتوقع أنه الخيار الأول هو المفضل لدى القوى السياسية، لأنهم جربوا حالة من الانسداد السياسي كادت تؤدي بالوضع العراقي إلى الانهيار بشكل كامل. لذلك أنه أنا أقول وعي أصبح، لا، هذا الوعي هو فرضه الواقع على الكتل السياسية من بعد مظاهرات تشرين واستقالة عادل عبد المهدي والدخول في انسداد سياسي، وهذا الانسداد أدى إلى صدام عسكري. كل هذه المسائل أصبحت حاضرة في اتخاذ القرارات واتخاذ المواقف. إذن تتفق مع دكتور سلام أن الأحزاب تدرك أخيرا أن نجاحها وبقائها مرهون بنجاح هذه الحكومة؟ نعم، أنا أقول ليس فقط هو نقول أنه فقط رئيس الوزراء وهو القائد الأوحد، لا، نبتعد عن هذه الخطابات، ولكن هو لا، شخصية جيدة باعتبارها حكومة أصلا. نعم، معروفة. أنا أقول لابد أنه الإطار حينما يقدم شخصية يدعم هذه الشخصية ويعاونها على تحقيق البرنامج، وهذا متوفر بالسيد السوداني، له سمعة جيدة وكفاءة وخبرة، وقراراته تخرج من خلال التشاور وبعيد عن الضغوط السياسية، يحاول أن يبتعد عن المناطق الحادة. لذلك أنه لابد أن يدعموه حتى يكون هناك تحقيق لهذا البرنامج وأخراج العراق من مأزق أنه لا توجد دولة ولا توجد حكومة والعملية السياسية مربكة بشكل كبير. طيب، من جانب آخر وسؤال أخير لكم دكتور سلام، البقاء بهذا المنوال والإقالات والإعفاءات يعني نوايا سليمة وإجراءات قانونية من التفقيل، لكن هل يبعد الحسابات السياسية؟ هل يبعد الأزمات المؤجلة ما بين الفرقاء؟ يعني من المفترض أن اليوم أي كتلة سياسية أو طبقة سياسية تدعم الحكومة في خطواتها الناجحة. يعني من غير المعقول اليوم محافظين في محافظاتهم، يعني كل واحد صار له 4-5 دورات ومحافظاتهم تعاني من الحطام والركام وقلة الخدمات وسوء الخدمات، مجرد أنه هذا المحافظ تحميه طبقة سياسية وجهة سياسية، وهذا خطأ كبير. يعني اليوم أنت كل الشعارات اللي رفعتها الكتل السياسية هي التغيير والإصلاح والبناء، فبالتالي اليوم على أي كتلة سياسية إذا كانت هي تغطي على وزيرها أو محافظها، على السيد رئيس الوزراء أن يكون جريئا وشجاعا بفضح تلك الكتلة السياسية، لأن المهم عندنا مو الاسم، المهم عندنا الأداء، وبالنتيجة هو التغيير من أجل تقييم الأداء وتحسينه. إذا كان المحافظ عنده قدرة على تقديم أداء يقنع الحكومة ويقنع الشارع ويقنع محافظته، فما ممكن أن يعني يتجرأ السيد رئيس الوزراء بتغيير محافظ ناجح. إذن المعيار هو الكفاءة والنزاهة والعمل، وعلى كل الكتل السياسية وكل المكونات السياسية الشركاء بالعمل السياسي أن تدعم عمل الحكومة في إجراء تغييرات وأصلاحات جوهرية لبناء دولة مؤسسات حقيقية تنعكس على حياة المواطن وعلى الخدمات وعلى البلد بصورة عامة. الشكر الجزيل لكم موضوع تلف النصر الدكتور سلام الزبيدي، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم المحلل السياسي السيد مهند جواد، شكرا لك سيد مهند. إذا مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بصوت وصورة من بغداد الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني. أهلا بكم سيد عدنان، وبداية الأوضاع في الداخل قبل الخارج، هل تلاشى أم ما زال موجود خطر الجماعات المعارضة للثورة الإسلامية في شمال العراق، أم لا تزال هناك تحركات خطرة في هذه المناطق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا جميع مشاهديكم الكرام وحيا الله كادر قناة الأيام المحترم. حياك الله. الحقيقة هنالك أيدي خفية من خارج العراق تحاول استنشاط بعض المجاميع وتجعل لهم ملاذات آمنة في كردستان العراق وتحديدا في محافظة سليمانية، وبالتالي هم لديهم أهداف بالعمق الإيراني على اعتبار أن هنالك ما يسمى الرغبات الكردية، ومع جل احترام الأخوة القيادات الكردية وللشعب الكردي أينما يكون، على اعتبار أنه يمنون نفسهم بإقامة دولة كردية تضم أكراد سوريا وأكراد إيران وأكراد تركيا وأكراد العراق، وهذا المشروع مدعوم أمريكيا بالخفي، يعني هنالك نوايا وهنالك رغبات وهنالك حالة تمني، لذلك يحاولون العبث بأمن الشقيقة سوريا وكذلك الجارة إيران على حساب أنه تحت مسمى هذا الأمل. ونفس المجموعة اليوم هي تعمل بالعمق التركي وتحديدا في جنوب تركيا ما يسمى حزب العمال الكردستاني أو البيكك، الذين يتحركون بين شمال العراق وجنوب تركيا، وبالتالي تركيا تعتدي على العراق تحت مسمى أن هنالك مادة ضمن ميثاق الأمم المتحدة هي المادة 51، على أنه حينما يكون هنالك تهديد يهدد الأمن القومي في بلد مجاور فعلى الدولة أن تقوم بالرد على هذا التهديد لحين ما تقوم الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات قانونية لمنع الاعتداء، وهذا مسموح للجارة التركية، وهنالك تعتيم على الاعتداءات التركية على حدود العراق مع التصعيد بالمقابل للجارة إيران، وهنا لا أدافع عن إيران ولا لكنه أقول أن هنالك مقياس يختلف، يعني هنالك كيف يختلف سيد عدنان، هناك جماعات معارضة في شمال العراق للجمهورية الإسلامية وأكو جماعات معارضة للنظام التركي، وين الاختلاف؟ الجماعتين عندهم خطر ومسجلات كمنظمات إرهابية. بالمناسبة هو نفس الخاطر، يعني انت هم مرتبطين بموضوع الدولة الكردية بموضوع ما يسمى الكردستان أو دولة كردستان المزعومة، وبالتالي يعتقدون أنه دولة كردستان يجب أن تقام وعاصمتها أربيل، وسيادة الأخ الكريم مسعود برزاني متبنيا لهذا المشروع ودائما يتحدث عن مشروع الحلم الكردي، لذلك يسمحون للتحركات البيكك وحزب العمال والقومية الكردية سواء كان من جانب الإيراني أو من جانب العراقي أو من جانب التركي أو من جانب السوري بالتحرك بأريحية ضمن رقعة جغرافية معينة. وحين وفي مرة من المرات أنا شخصيا وعبر القناة الفضائية سألت أحد الضيوف من الأخوة الكرد من شمالنا الحبيب، قال بالنص أنه نحن لا نريد حرب قومية كردية طيب. يعني حينما كانوا يتجنبون توغل البيكك، ولو رجعنا للتاريخ ايضا يعني هنالك لاحظنا بالسبعينات والثمانينات كان هنالك تحرك البيكك ويتنقل بين هذه الدول باجراء عمليه تهريب ويعمل وفق مبدا الفائده، يعني ينقل بعض البضاعه بين هذه الدول لغرض الفائده او يقوم بتهريب بعض المشتقات النفطيه، فبالتالي هم ضليعين تماما بالتحركات وايجاد الممرات الجبليه وضليعين تماما بالتنقل في المناطق الجبلية سواء كان أطفالا أو نساء أو شيوخ، يعني الكل هم تربوا بهذه المناطق ويتحركون بأريحية تامة ويقاتلون بشراسة أيضا في هذه المناطق، فحتى لو لا سمح الله كان هناك حرب في هذه المناطق مع هذه المجاميع التي تتحرك بين هذه الدول لغرض التهريب ستكون مكلفة وصعبة. طيب خلينا نستمع إلى وجهة النظر الإيرانية، وينضم لنا مباشرة عبر سكايب من طهران الخبير في شؤون إيران والشرق الأوسط الدكتور حكم مهوز. أهلا بك دكتور حكم، ومن وجهة نظر إيرانية كيف يقيم أو يتابع المسؤولون في الجمهورية الإسلامية أهمية أو مدى أهمية التعاون في ملف الحدود وتنفيذ المحاضر الأمنية المشتركة بين البلدين دكتور؟ بداية حياك وحيا ضيوفك ومتابعيك، بطبيعة الحال نحن دعنا نركز على النقطة الأساسية والمبدأ الذي تتعامل به إيران مع أمنها ومع أمن دول الجوار، هي تقول دائما أن أمنها الاستراتيجي جزء لا يتجزأ، أمنها الاستراتيجي والقومي بطبيعة الحال
جزء لا يتجزأ من أو من الأمن القومي للدول الجارة، لا سيما منها العراق. عندما نتحدث عن أن هناك حدودا بين إيران والعراق، يعني لمسافة أكثر من 1460 كيلومتر على ما أعتقد، هذه حدود طويلة جدا، وبالتالي عندما تتحدث عن فروقات أمنية في هذه المنطقة، يعني أنت تتحدث عن فروقات أمنية ليس باتجاه إيران، أيضا باتجاه العراق، هذا يعني أن كلا البلدين تأثران بالواقع الأمني. فعمليا أن تتحرك الجماعات الإرهابية الإيرانية المعارضة الموجودة في منطقة كردستان غيرها باتجاه العمق الإيراني والتدافع عن العمق الإيراني أصلا ليس في مصلحة العراقيين، ليس في مصلحة العراقيين، وبالتالي كيف بالنسبة إلى الإيرانيين؟ هذا الأمر سينعكس بطبيعة الحال على الواقع العلاقات بشكل كامل بين الطرفين الإيراني والعراقي، لأنه بطبيعة الحال سينعكس ليس فقط على الحكومتين، إنما سينعكس على الواقع الشعبي أيضا، لأنه لا أعتقد أن أحدا يقبل بأن يكون هناك اعتداء على شعب من شعوب المنطقة. فبالتالي إيران تنطلق من هذه النقطة لتؤكد على أنه لابد أن يكون هناك تعاون بين البلدين. الآن حصلت اتفاقيات الكل يعرفها بين الطرفين، ويبدو أن الأمور تتجه بالاتجاهات الإيجابية، لكن المطلوب، أهم شيء المطلوب هو من حكومة إقليم كردستان أن تقوم بالواجبات عليها فيما يتعلق في هذا الأمر، وإلا فأنه لا أحد يقبل بأن يعتدى على أمنه. يعني تصور أن لديك جار ويعتدي عليك ويؤذيك في كل فترة، ربما في البداية تصبر عليه، تحذره، ترسل إليه من يوجه له التحذير، الرسالة، النصيحة، الإرشاد إلى آخره، ولكن بالنهاية لا تستطيع أن تتحمل وستقوم بالرد اللازم الذي يردع هذا 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 الجار عن إذائه لك. من هنا أعتقد أنه لابد على حكومة في كردستان تحديدا أن تعيد النظر في هذا الأمر، لأن أعتقد سمعت في الأخير ضيفك يتحدث عن أنهم يتحركون، هذه الجماعات تتحرك بأريحية في كردستان يعني، وهناك أيضا معسكرات، وهناك أيضا الأسوأ من ذلك أن هذه الجماعات الإرهابية المعارضة الموجودة في كردستان هذه تتلقى التدريبات وتتلقى التمويل من الموساد الإسرائيلي ومن CIA الأمريكي. طيب إذا تسمح لي أقاطعك دكتور حكم، يعني تعتقدون أن هذه الجماعات موجودة في شمال العراق بعلم القيادات الكردية، وأنتم لديكم علاقات متينة خصوصا مع الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية حيث تتواجد هذه الجماعات؟ لا لا، هذا الأمر يقيني، هذا الأمر يقيني، بدليل أنه في العديد من المرات تم قصف هذه الجماعات، وتم قصف أيضا مقر للموساد في كردستان. أنا أذهب معك أكثر من ذلك، وأنتم يعني على الأرض تدركون هذا الموضوع وتعرفونه، أن الإسرائيليين يتحركون بسياراتهم عليها أعلام إسرائيلية، يتحركون في إقليم كردستان. عمليا لا، الأمر واقعي وموجود، الكل يعترف به، ولو لم يكن هناك لماذا إيران تقوم بقصف معسكرات هذه الجماعات وتقوم بقصف مقراتها؟ هذه الجماعات يعني إذا أردت أن تتحدث عن دورها، أنت لاحظ أنه في الفترة الأخيرة من الاحتجاجات التي حصلت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كيف أنهم تحركت هذه الجماعات بقوة من إقليم كردستان العراق، وكيف أنهم بدأوا يعني يهربون الأسلحة إلى داخل العراقي، ويعملون على التجنيد، ويقومون بعمليات تصوير وإلى آخره من هذه الأمور التي كانت يعني تحرض الإيرانيين على الاحتجاجات والتخريب وإلى آخره. وبالتالي لاحظنا ما لاحظنا من عمليات قتل ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في المناطق التي ربما لدى هذه الجماعات الإرهابية لديها بعض الأنصار في يعني كردستان الإيرانية. عمليا الواقع لا موجود، وبطبيعة الحال هناك علاقات بين الطرفين الإيراني والحكومة كردستان، ولكن بطبيعة الحال للأسف الشديد الحكومة كردستان لا تقوم بما يجب عليها، هذا الأمر الأول. وربما الاحتجاج والتبرير أنه يعني هناك ضغوطات من قبل الأمريكيين، وبتعرف هذه الأمور التي والارتباطات التي لدى حكومة الإقليم مع الكيان الصهيوني، هذه الأمور يعني أصبحت يعني جائية وغير مخفية. أعود لك سيد عدنان، مو الموضوع يثير الاستغراب يعني علم القيادات الكردية بوجود هذه الجماعات أو التعاون معها وتسهيلها في ظل وجود علاقة جيدة ما بين القيادات الكردية في شمال العراق والجمهورية الإسلامية خصوصا الاتحاد الوطني الكردستاني؟ سيد عدنان،
يعني هو حقيقة بابين، الباب الأول يبدو أن هنالك من يضغط على حكومة إقليم كردستان العراق بالسماح لهذه المجاميع بالتواجد بأراضيها مثل ما كان يضغط سابقا على حكومة المخبور فيما يخص جماعة منافقي خلق، وبالتالي يبدو أن هنالك أيضا وجه آخر لهؤلاء يعبثون بأمن الدول ومدعومين مخابراتيا وربما هم ينفذون أجندة مخابراتية، وعلى حكومة الإقليم أن تقدم الدعم اللوجستي والدعم المعلوماتي وكذلك الملاذ الآمن. وفي نفس الوقت أيضا يبدو أن هنالك حلم لأخوتنا في كردستان العراق، وبالتالي لا يريدون أن يختلقوا بين المكون الكردي بعض المشاكل ويعتبرون أنفسهم زعماء لمكون معين لهذا المكون ويمنون نفسهم بالزعامة على هذا المكون أو تمهيدا لدولة ويعتقدوها أن هذه الدولة هي حلم لكل الكرد في كافة بقاع الأرض. فبالتالي يبدو أنه يعني هذه الوجهين، يعني وجه مخابراتي وجه متعلق بأماني وحلم معين لكردستان العراق. وأعتقد يعني هنالك أيضا غياب المحاسبة الحكومية على اعتبار أن حكومة المركز يجب أن تقاضي وتحاسب حكومة الإقليم. حكومة الإقليم لا يجب أن تسيد على كردستان العراق حسب أهواءها وبالتالي تعبث بأمن البلد وقد تعرض البلد إلى مشاكل كبيرة جدا مع الجارة إيران أو فيما يخص تسريب الثروات العراقية. والدليل على هذا حينما أعلن على أن هنالك تصدير لنفط العراق عبر تركيا إلى الكيان الصهيوني وحددت الكمية، وبالتالي لم نشاهد أي معاقبة أو محاسبة أو حتى مجرد توبيخ للمسؤولين الذين قاموا بالإشراف على تهريب النفط إلى تل أبيب وهم عدو العراق الأزلي وعدو الإسلام. مقابل كل هذا سيد عدنان، اليوم هناك اتفاقية أمنية وقعت يمكن في آذار، واليوم هناك مساعي عراقية إيرانية لتوطيد هذه الاتفاقية واستمرارها والتأكد من العمل وفق هذه أو بنود هذه الاتفاقية، لكن هل يمكن اعتبار أن هذه الاتفاقية سيد عدنان تعتبر قاعدة متينة لتنفيذ مهام استراتيجية ربما تحقق الأمن المستدام، خصوصا زيارة مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم العرجي إلى شمال العراق واللقاء بالقيادات الكردية قبل التوجه إلى الجمهورية الإسلامية؟ شوف عزيزي، أولا نحن ما نحتاج هذا الأكشنات ومثل ما يقول التمثيليات المعلنة، وبالتالي نعتبره مثل ما يخص ذر الرماد في العيون. يعني هنالك حقائق وهنالك شريط حدودي وهنالك مناطق صفرية بين إيران والعراق، وبالتالي يفترض أن يمسك الشريط الحدودي والتنسيق بين قيادتين، قيادة شرطة الحدود العراقية مع قيادة شرطة الحدود الإيرانية، وبالتالي وضع مصدات لمنع العابرين بين جهة الجانب العراقي للإيراني والعكس. بهذا الأسلوب، لا بأسلوب الاجتماعات والزيارات والمناورات والمحادثات، هي عملية تسييف للحقائق. الموضوع سهل وما يحتاج زيارات، لكن زيارة مستشار الأمن القومي إلى شمال العراق مو كان باتفاق مع القيادات الكردية باعتبارها هي الفاعل الرئيس، باعتبار هذه الجماعات المعارضة أو الإرهابية هي موجودة في شمال العراق بعلم هذه القيادات، وقبلها كان زيارات لقيادات عسكرية على مستويات كبيرة جدا، بمستويات كبيرة بمستوى رئيس أركان وقيادات من رئاسة الأركان وكذلك من وزارة الداخلية، وبالتالي يعني خرجوا بمخرج أنه تشكيل قوة من 3000 عنصر يعني بدأوا ينوهون على تطويعهم لغرض مسك الشريط الحدودي وتعزيز شرطة الحدود في هذه المناطق، يعني قسم من كردستان العراق وقسم من المحافظات الأخرى. وحتى هذا اللواء الذي تحدثوا عنه والقوة التي كان يراد لها أن تعزز شرطة الحدود أيضا يعني هنالك خدر في هذا، وكان بإمكان الدولة العراقية ما تحتاج تفتح، يعني هذا أعتبره من جانب التسييف، لأنه كان إجراء عملية نقل من قيادات الشرطة العراقية، لأنه اليوم إحنا نمتلك أكثر من 700,000 عنصر، فبالتالي بإمكاننا نستفيد من شرطة المنشآت، حماية المنشآت والشخصيات، بإمكاننا الاستفادة من قيادة الشرطة قيادة الشرطة الاتحادية، كذلك من وكالة شؤون الشرطة ومن الأمن الاتحادي ومن وكالة الاستخبارات، فبالتالي هذه المديريات والوكالات بإمكاننا نقل الفائضين عن ملاكاتها أو ربما الغير ضروريين للعمل فيها بين صفوفهم وتنسيبهم على شرطة الحدود، وبالتالي إعادة برمجة القوة الماسكة طيب سيد عدنان، ما تعزيزها بمجسات وأسلحة. طيب نعم،
أعود لك بجواب مختصر سيد حكم. هذه الاتفاقية الأمنية بين البلدين، هل يمكن أن تضمن إيقاف النشاط الإرهابي للجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية وتهديدها للجمهورية؟ وبالمقابل أيضا، هل ستضمن إيقاف أي قصف إيراني لمناطق شمال العراق؟ أولا، لا أعتقد أن أي اتفاقية في العالم تعقد يعني ولا تنفذ يمكن أن تحقق الأهداف التي تريدها. يعني الآن تم توقيع الاتفاقية، ولكن إذا لم يكن هناك إجراءات عملية على الأرض للحؤول دون هكذا اعتداءات وهكذا يعني تجاوزات، لا أعتقد أنها ستحقق الأهداف. وبالتالي بطبيعة الحال الموقف الإيراني أبلغ للقياديين في العراق وفي كردستان بأنه في حال تعرض أي الأمن القومي الإيراني أو تعرض أي من المواطنين الإيرانيين أو الأمن الإيراني بشكل عام إلى أي إساءة أو إلى أي اعتداء من قبل هذه الجماعات سيرد عليه. ونفذت إيران في الفترة السابقة يعني هذا الموقف، وبالتالي أيضا ستنفذ في حال لم يكن هناك تنفيذ لهذه الاتفاقية، وبطبيعة الحال في حال أيضا قامت هذه الجماعات الإرهابية بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عمليا الأمور مرتبطة بعملية التنفيذ إجرائيا على الأرض لا قولا. يعني في الفترة الماضية أيضا كانت هناك دائما يعني الأمر، حتى كما قال ضيفك، يعني الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الزيارات والسفر وتوقيع اتفاقية. طيب ماذا يحتاج؟ بالمطلوب منها على الأقل حماية حدودها. يعني عندما تتجاوز هذه الجماعات الحدود العراقية هو أيضا اعتداء على الأمن على العراقي، لأن التجاوز الأمن وعدم وجود يعني قوى أمنية عراقية تمنع هذا التجاوز، هذا يعني أن هناك خرقا أمنيا في الساحة العراقية. هذا الأمر يعني يدعو إلى أن يكون هناك تكامل فيما بين الطرفين. طيب. إجراءات تنفيذية على الأرض، أيضا هناك يجب أن يكون هناك تكامل أو تنسيق في المعلومات ما بين الدولتين، وهذا قائم. وصلت الفكرة، الشكر الجزيل لكم دكتور الخبير في شؤون إيران وشرق الأوسط الدكتور حكم مهوز، كنت ضيفا كريما عبر سكايب. وشكر الجزيل لكم الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم ضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصادنا.